بسم الله الرحمن الرحيم. حل المعادلات التفاضلية بطريقة فورير سيريز أو متسلسلة فورير. هناك بروسيجر معين لحل هذه المعادلات التفاضلية، وطبعا هذه الطريقة مهمة جدا خاصة بالنسبة للبيمز وللكولومز لإيجاد الديفليكشن، الهطول اللي يحصل بالبيم، وأيضا لإيجاد التقوس البكلينج اللي يحصل بال كولومز بالأعمدة. فهسه في المثال المعين سولف حل هذه المعادلة التفاضلية اللي هي هذه من الرتبة الثانية، مشتقة الثانية بها، لأن قلنا معادلة تفاضلية شلون نعرفها، بها مشتقة، بها المشتقة الثانية زائد الواي زائد الواي يساوي لنا 10. يوز هالف رينج ساين سيريز. طبعا احنا بالبيمز وخاصه بايجاد ديفلكشن افضل شيء نستخدم الساين سيريز. الساين شنو قلنا احنا بالمقاسيز الساين سيريز؟ نجد قيمه البي ان، الاي او بعض الكتب يسموه اي نوتس مثلا، والاي ان هناك قيمته صفر، هذني قيمته صفر بالساين سيريز، بس نطلع قيمه البي ان الى قيمه، لان بالكوساين سيريز هذني لهم قيمه والبي ان صفر. فافضل شيء هو ايجاد المشتقه بطريقه الساين سيريز بايجاد قيمه البي ان. منطينا يقول ات واي يساوي نص صفر، وال الاكس من الصفر الى الواحد، هاي الباوندر كونديشن، من الصفر الى واحد هذا طول البيم، او نقدر عليه نقول البريود الفتره، او طول البيم بعض الاحيان يجي، او الفتره البريود مال لودينج. الحل هي افضل شيء اول شيء هذه المعادله الاولى اللي هي المعادله التفاضليه، نعطيها رقم واحد، نعطيها رقم واحد هذه المعادله التفاضليه. بعدين دائما نفرض قيمه الواي اوف اكس. احنا الهدف مالتنا حل هذه المعادله التفاضليه، من حلها يعني نجد قيمه الواي، يعني نجد قيمه الواي نخصص من المشتقة هذه. فنفرض قيمة y دائما، y للx at x على بعد x، نفرضها دائما تساوي لنا هاي القيمة، هاي المعادلة اللي هي summation n من 1 إلى infinity cn sin m pi x over l. هاي cn هي ثابت معين، ثابت constant. وشوف طبعا هاي المعادلة هي تشبه المعادلة مال فورير سيريز للساين سيريز، للساين معادلة وتسلسل فورير للساين. فهنا أنا هسه نفرض الواي تساوي لنا هذه المعادلة، والاف اوف اكس شو تساوي لنا؟ هاي الاف اوف اكس هو الحد، هذا هاي قيمة الاف اوف اكس. الاف اوف اكس هو قيمة المتسلسل فورير. f of x شو يساوي لنا؟ summation n من 1 الى infinity bn sin n pi x. ليش ماكو a وال an؟ لان قيمتهن قلنا هذني قيمتهن اثنيناتهن صفر، باعتبار احنا نشتغل على sin series كمتسلسلة odd فردية odd function. فال f of x همينا هاي نساوي لنا هي سلسلة فورير. الآن شو نسوي؟ احنا عندنا هذه الدالة، هذه المعادلة التفاضلية، هاي معادلة التفاضلية. معادلة التفاضلية ايش بيها؟ بيها مشتقة ثانية وبيها قيمة واي والعشرة. الآن ما دام عندي مشتقة ثانية، اشتق الواي اوف اكس اللي فرضناها هذه، واحنا قلنا الواي اوف اكس نفرضها هاي القيمة، اشتقها بقدر رتبة المشتقة بال معادلة تفاضلية. عندنا من الرتبة الثانية فأشتقها مرتين هذه، واضح؟ وعوضها مكانها، ومكان الواي عوض فيها الواي، وهذا قيمة الاف اوف اكس العشرة عوض معادلة الفورير اللي هي اف اوف اكس. فهنا أنا يتم اشتقاق الواي اكس بقدرة بقدر العفو بقدر رتبة المشتقة المعطاة، نشتقها مرتين. فأشتق المشتقة الأولى للواي واي برايم، هسه لو نشتغل المشتقة الأولى واي برايم شو يساوي لنا؟
للاكس يساوي لنا هذا السبميشن يبقى نفسه ما نشعر به ان يساوي لنا واحد للانفينيتي السين هذا كونستانت يبقى ثابت اشتق الساين مشتق الساين شنو هو كوساين كوساين ان باي اكس اوفر ال في مشتقة الزاوية هاي الزاوية هاي الزاوية شنو ان باي اكس اوفر ال مشتقة شنو ان باي ال هنا لازم اكتب ان باي اوفر ال هاي المشتقة الاولى مالته زين انا ايش ادي ادي مشتقة ثانية فاشتقها مرة ثانية المن اشتق هاي المشتقة الاولى اشتقها مرة اخرى فايش يصير المشتقة الثانية هذا يبقى نفس هياته هذا يبقى نفسه شوف ياته يجي نفسه عندنا الثابت ينزل نفسه هذا السي ان يبقى نفسه مشتقة الكوساين هو شو ماينس ساين هذا الناقص وهذا الساين في مشتقة الزاوية الزاوية شنو مشتقتها هم ام باي اوفر ال مشتقتها وعندي هنا ام باي فشي يصير يصير هذا ان باي اوفر ال تربيع فهاي المشتقة الثانية واضح ماينس سبميشن ان من واحد الى انفينيتي ام باي ال ام باي اوفر ال تربيع سي ان ساين الزاوية هسه اجي اعوض بالدالة الرئيسية باعتبار هسه انا حصلت المشتقة الثانية اشتقيتها مرتين اعوض مكان المشتقة الثانية ما يساويها ومكان الواي ما يساويها ومكان العشرة ما يساويها هذه هسه المشتقة الثانية عوض معها هسه شوف هاي المعادلة واي دبل برايم زائدا واي شو يساوي لنا 10 اللي هو اف اكس فعوضنا مكان الواي دبل برايم ما يساوي هاي واي دبل برايم ومكان الواي هذه قيمة واي يساوي لنا العشرة اللي هو الاف اف اكس اف اكس قلنا هذا عوض معها مكان الدالة التفاضلية مكان معادلة التفاضلية مثلا الآن هسه أقدر أطلع كعامل مشترك أي كل حدود هذا حد وهذا حد وهذا حد إيش بي عامل مشترك بيه عامل مشترك هذا السبميشن ساين ام باي اكس اوفر ال شو هذا موجود هنا أنا هذا وهذا موجود هنا ونفسه هذياته وهذا موجود بالحد الأول وأيضا نفسه موجود بهذا الحد أيضا فأطلعه كعامل مشترك وأقدر أقسم عليه على هاي القيم فهذا هاي كله حيروح منا أنا يروح منا فش حيبقى لنا طلعناه شو عامل مشترك عزم يبقى بس البي ان ويبقى هنا بس السي ان ويبقى هنا شنو السي ان وهذا ام باي تربيع اوفر ال والسالب فهذا اقدر اقسم على هذا القيمة كلها تقتصر فحتبقى ان المعادلة سي ان ان باي اوفر ال كل تربيع زائدا سي ان يساوي لنا بي ان حذفنا هالبي ان الان سي ان هم اقدر اطلع عامل مشترك بيناتهم يبقى واحد ناقصا هذا الحاد بي ان أنا إيش عندي ال L هو هذا يمثل لي الفترة اللي مثل طول البيم إذا بالبيمز أو الفترة هنا إيش قايل لي قايل لي ال X من صفر إلى واحد يعني قيمة ال L هو واحد فعوض مكان ال L ما يساوي واحد فال C N إيش حيساوي لنا حيساوي لنا ال B N over هاي القيمة أوكي فبقى هاي قيمة السين بقى هاي سوين هذا السين أنا هستشري عندي لازم أطلع هذا الثابت البي إن على مود أقدر أوصل إلى الدالة مالتي الواي إن الواي إكس الواي إكس شبيه ثابت سي إن السين طلعته بس بي أكوش ثابت هو البي إن لازال مجهول فلازم أستخرجه البي ان اطلع البي ان من خلال معادله فورير سيريز مال بي ان اللي هي قانون مال ثابت مال اود فانكشن اود فانكشن داله فرديه اللي هي مال ساين البي ان يساوي قانون 2 على طول الفتره تكامل الداله
من صفر الى حسب الفتره مالته للاف اوف اكس ساين ام باي اكس. زين ال ال انا اعرف الفتره هو قيمه واحد، ومن الصفر الى ال 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 هم من طولها واحد قلنا، لانه الاكس هي منطيناها من صفر الى واحد. يبقى الاف اوف اكس ايش قلنا احنا؟ الاف اوف اكس شو يساوي لنا؟ يساوي لنا هذا الحد، حد الثابت مال معادله التفاضل اللي هو هذا العشره. فالاف اوف اكس عندي عوض مكان ما يساوي 10. هسه اجي اكامل تكامل هذه العشره، ممكن اطلعها خارج التكامل لانه قيمه ثابته، يصير هذا 20 على 1. تكامل الساين هو شنو؟ تكامل الساين هو ناقص كوساين سالب كوساين. شرط اوفر مشتقه ال مشتقه شنو؟ مشتقه الزاويه. مشتقه الزاويه هو ان باي، فاضرب في ان باي واقسم على ان باي، اللي نضربناه في ان باي يروح بالتكامل، فيبقى هذا التقسيم على ان باي، يبقى تقسيم هذا التكامل هو مال بي ان. حدود التكامل من صفر الى واحد. هسه عوض مكان الاكس مره واحد ومره صفر. من عوض هنا مكان الاكس واحد، الان باي هذا كثابت اطلعه خارج، فش يبقى لي؟ من عوض مكان الان باي واحد شو يصير؟ كوساين ان باي. الكوساين ان باي قلنا يساوي لنا ناقص واحد اس ان. اذا كان الان فردي فناقص واحد، اذا كان الان زوجي فيطلع موجب واحد، فالكوساين ان باي هو ناقص واحد، ناقصا واحد. هاي ناقص واحد شلون صارت؟ كوساين الصفر هذا قد كوساين صفر هو واحد، وعندي هنا ناقص اشارته فيصير ناقص ناقص واحد. هاي الناقص لانه هنا بالاساس ناقص عندي، وهو كوساين الصفر واحد فيصير ناقص ناقص واحد. الان هاي القيمه حصل عندي، حصل عندي احتمال هذا الان زوجي او فردي. فلو كانت هاي القيمه زوجيه، هاي القيمه زوجيه، فايش حصل عندي هنا؟ حصل هاي موجبه ومضروبة بالناقص حيصير ناقص واحد. الناقص بالناقص حيصير موجب واحد، فناقص واحد زائد واحد حيصير صفر. في صفر في هذه الكمية، فالبي ان حصير صفر. هاي في حالة إذا كانت القيمة زوجية، قيمة زوجي، قيمة الان أقصد، قيمة العداد الان. زين إذا قيمة العداد الان فردي، قيمة فردي، فالبي ان حس هنا اذا كان هاي قيمته فردي، تبلي لو كانت هاي القيمه فرديه فحيبقى ناقص واحد. الناقص واحد في الناقص واحد حيصير موجب واحد زائد واحد، الناقص واحد بالناقص واحد همينه موجب واحد، فحيصير عندي اثنين، اثنين في 20 حيطلع 40 على ام باي. فلو كانت القيمه فرديه فالبي ان حيطلع عندي هذا 40 على ام باي فرديه. ف البي ان طلعنا قيمته، فهسه اقدر اطلع قيمه السي ان. الداله مال واي اللي فرضها هذه، هسه اعوض مكان السي ان ما يساويها. السي ان شنو قيمتها؟ انتبه لي، بي على واحد ماينس ام باي. البي ان جد قيمتها، شيل البي ان عوض ما يساويها، شيل البي ان عوض اللي هي البي ان 40 طلعناها على ام باي، على ان باي ال 40 طلعناها هنا ثابت، والام باي ايش حيصير؟ انها طلع بالمقام بين قوسين مضروبه في هاي القيمه، في هاي القيمه تضرب 2 تنزل بالمقام. فهاي قيمه الواي على مسافه اكس، هاي مسافه اكس الواي. هسه اسويها اكسبانشن للواي، هذه افتحها المعادله، فالواي للاكس اخذ الان قلنا هنا الان قلنا يعني شرط الان يكون اود فردي، فاخذ ثلاث قيم 1 و3 و5 او بس 1 و3 كافيه. فاذا اعوض هنا مكان الان مره واحد او شيء واحد، شيء حيصير عندي 40، هذا واحد يروح، هذا حيصير واحد ناقصا يبقى بس الباي، واحد ناقص باي تربيع ساي ساين
باي اكس، لانه انا اني روح همين قيمته واحد. اذا ثلاثه هسه همين مكان الان نعوض ثلاثه، فهنا يصير ساين ثلاثه ام باي، وهنا يصير ثلاثه، وهنا ثلاثه ايضا. اذا خمسه هم نفس الشيء، خلي مكان كل ان ما يساوي، وهذه النقاط يعني تستمر بالاعداد الفرديه. هاي قيمه الواي على مسافة X، على بعد X. فرضا لو كان نطلع المعادلة، فرضا تجينا مع السؤال ما الديفلكشن، فاريد على مسافة معينة، نصف المسافة، ميد سبان، على بعد ربع المسافة، على بعد مسافة X يساوينا هلقد، نعوض مكان X ما يساويها، اقدر اطلع مثلا الديفلكشن بالنسبة للبيمز على تلك المسافة. وان شاء الله ناخذ امثلة على ذلك.